السلام عليكم ورحمة الله. التواصل غير الكلامي أو غير اللفظي هو عملية التواصل من خلال إرسال واستقبال رسائل بدون كلمات بين الأشخاص. وجد الخبراء أننا نستجيب كل يوم لآلاف الإشارات والسلوكيات غير اللفظية، حيث يعتقد بأنه يشكل حوالي ثلثي كمية التواصل بين الأشخاص. وقد يتم إرسال تلك الرسائل من خلال اللمس أو من خلال لغة الجسد أو تعابير الوجه أو نظرات العيون. من الممكن أيضاً نقل الرسائل غير اللفظية من خلال وسائط مادية مثل الملابس وشكل تسريحة الشعر. تكشف كل تلك التفاصيل غير اللفظية عن هويتنا وتؤثر في علاقتنا مع الآخرين. بدأ البحث العلمي في التواصل والسلوك غير اللفظي مع نشر كتاب تشارلز داروين عام 1872 التعبير عن العواطف لدى الإنسان والحيوان. منذ ذلك الوقت تم إجراء الكثير من الأبحاث حول أنواع وتأثيرات وتعبيرات التواصل والسلوك غير اللفظي. على الرغم من أن هذه الإشارات غالباً ما تكون خفية جداً لدرجة أننا لا ندركها، إلا أن الأبحاث حددت 9 أنواع مختلفة من التواصل غير اللفظي لنلقي نظرة عليها. تعابير الوجه. تعد تعبيرات الوجه إحدى الوسائل الضرورية للتواصل الاجتماعي بين البشر. فكر في مقدار المعلومات التي يمكن نقلها عن طريق الابتسامة أو تقطيب الحاجب. غالباً ما يكون تعبير وجه الشخص هو أول ما نراه حتى قبل أن نسمع ما سيقوله. إذا ابتسم صديق لك ابتسامة قلبية وقال أنت كسول، هل ستشعر بالإهانة؟ من المحتمل لا، في الحقيقة ربما تأخذها كإشارة على حسن العلاقة بينكما. لكن ماذا لو كانت هذه العبارة مصحوبة بضحكة ساخرة؟ رد فعلك سيكون بلا شك مختلفا تماما. هناك تعابير عامة مشتركة بين جميع البشر مثل الفرح والخوف والدهشة والحزن. الإيماءات. الحركات والإشارات المتعمدة هي طريقة مهمة لإيصال المعنى بدون كلمات، رغم أن الإيماءات من الممكن القيام بها من خلال الرأس والكتفين أو حتى الأرجل والساقين، فإن معظمها يحدث باستخدام اليدين والذراعين. تشمل الإيماءات الشائعة التلويح والتأشير واستخدام الأصابع للإشارة إلى الأرقام. إن استخدام الإيماءات في الاتصال يختلف من ثقافة إلى أخرى. في بعض الثقافات مثل ثقافات جنوب أوروبا والشرق الأوسط، يستخدم الناس أيديهم بحرية وبطريقة معبرة عندما يتحدثون. في ثقافة أخرى يستخدم الناس الإيماءات بشكل أقل وبطريقة مكبوتة. الأصوات المصاحبة للكلام. يشير هذا النوع إلى الأصوات التي تختلف عن اللغة الفعلية والتي تكون مصاحبة لها، أو بتعبير آخر الشكل الذي يصاغ فيه الكلام، ويشمل نغمة الصوت وشدته، انعطافه وعلوه وغير ذلك. فكر في التأثير القوي لنبرة الصوت على معنى الجملة. عند النطق بنبرة عالية يمكن للمستمعين تفسير الموافقة والحماس. نفس الكلمات المنطوقة بنبرة مترددة يمكن أن تعكس عدم الرضا وعدم الاهتمام. يمكنك أن تتصور كيف أن نبرة الصوت تساهم في تغيير معنى الجملة. قد يسألك صديقك عن حالتك وقد تجيب بأنا بخير، لكن الطريقة التي تقول بها هذه الكلمات يمكن أن تكشف الكثير عن شعورك حقا. قد توحي نبرة الصوت البارد أنك لا تبلي بلاء حسنا ولا تريد مناقشة الأمر. لغة الجسد ووضعيته. يمكن أن تنقل أيضا وضعية الجسد وحركته قدرا كبيرا من المعلومات. إن الطريقة التي تجلس بها أثناء الحديث تنقل مجموعة رسائل مرئية إلى الجمهور، حيث يعكس وضع الجسم ما إذا كنت واثقا ومنتبها ومسيطرا على نفسك وعلى وضع الحديث أم لا. وقد تطور البحث في لغة الجسد بشكل كبير منذ 70s. تعد النساء أكثر إدراكا من الرجال ومقدرة على قراءة لغة الجسد، فللنساء قدرة فطرية على التقاط الإشارات غير الشفهية وفك رموزها، فضلا عن تمتعهن بعين دقيقة ترصد التفاصيل الصغيرة. ولهذا فإن القليل من الرجال لديهم القدرة على الكذب على زوجاتهم.
ويرى العلماء أن هذه القدرة المميزة قد تكون نتاجاً للدور الاجتماعي للنساء الذي يشجعهن لكي يكن حساسات لانفعالات الآخرين ويعبرن عن مشاعرهن بشكل واضح. المساحة الشخصية أو ما يسمى البروكسيميات. البروكسيميات هي دراسة كيفية استخدام البشر للفضاء عند التواصل. تركز دراسة البروكسيميات على المسافة التي تفصلنا عن الشخص سواء قمنا بلمسهم أم لا، كما تركز على مدى راحتنا أثناء هذا التواصل. هل تشعر بعدم الراحة عندما يقف شخص ما بالقرب منك؟ هل الألوان الزاهية في الغرفة تجعلك تشعر بأنك مشتت؟ هذه الأسئلة مهمة لدراسة البروكسيميات. في الأساس، البروكسيميات هي دراسة الفضاء وكيف نستخدمه، وكيف يجعلنا نشعر بالراحة من عدمها، وكيف نرتب الأشياء. أول من صاغ هذا المصطلح العالم إدوارد هول، حيث كان مهتماً بكيفية استخدام البشر للفضاء في التواصل. غالباً ما يشير الناس إلى حاجتهم إلى المساحة الشخصية، وهو أيضاً نوع مهم من التواصل غير اللفظي. النظرة. تلعب العيون دوراً مهماً في التواصل غير اللفظي، والأمور مثل النظر والتحديق والومض بالعين هي سلوكيات غير لفظية مهمة. عندما يلتقي الناس بأشخاص أو أشياء تعجبهم، يزداد معدل الوميض في العين وتتوسع الحدقات. يمكن أن يشير النظر إلى شخص آخر إلى مجموعة متنوعة من العواطف، بما في ذلك العداء والاهتمام والجاذبية. يستخدم الناس أيضا النظرة لتحديد ما إذا كان الشخص صادقا أم لا. يعتبر غالبا الاتصال العادي والمنتظم بالعين إشارة على أن الشخص يقول الحقيقة وأنه جدير بالثقة. على النقيض من ذلك، غالباً ما يكون التحديق الشديد وعدم القدرة على الحفاظ على التواصل البصري إشارة إلى أن الشخص يكذب أو يخادع. اللمس. السلوك الآخر غير اللفظي المهم هو التواصل من خلال اللمس. تم إجراء الكثير من الأبحاث حول أهمية اللمس في مرحلة الطفولة المبكرة. أظهرت دراسة كلاسيكية لهاري هارلو عن القرود كيف أن عدم الاتصال واللمس يعيق النمو الجيد، حيث تعاني القرود الصغيرة التي تربيها الأمهات البديلات من عجز دائم في السلوك والتفاعل الاجتماعي. يمكن أن يعبر اللمس عن المودة والألفة والتعاطف والكثير من المشاعر الأخرى. تلعب الاختلافات بين الجنسين أيضا دورا في كيفية استخدام الأشخاص لللمس في نقل المعنى. تميل النساء إلى استخدام اللمس للتعبير عن الرعاية والاهتمام، ويستخدم الرجال اللمس لتأكيد قوتهم أو سيطرتهم على الآخرين. المظهر الخارجي. يعتبر اختيار اللون والملابس وتسريحات الشعر والعوامل الأخرى التي تؤثر على المظهر أيضاً وسيلة للتواصل غير اللفظي. فقط فكر في كل الأحكام الدقيقة التي تتخذها بسرعة حول الشخص بناء على مظهره. هذه الانطباعات الأولى مهمة، لهذا يقترح الخبراء على الباحثين عن عمل أن يرتدوا ملابس مناسبة لإجراء المقابلات. للثقافة أيضا تأثير هام على كيفية الحكم على المظاهر، في حين أن النحافة تميل إلى أن تكون موضع تقدير في الثقافات الغربية، فإن بعض الثقافات الإفريقية تربط الأجسام الممتلئة بالصحة الجيدة والثروة والوضع الاجتماعي الجيد. الأشياء والمصنوعات الشخصية. المصنوعات هي أشياء مادية مثل الملابس والمنازل والسيارات تشير للآخرين إلى معتقدات وعادات الشخص، وهكذا يتم نقل الرسائل بطريقة غير لفظية. أحد أول الأحكام التي يتخذها الناس عندما يرون فردا تستند إلى ملابس ذلك الشخص. تؤثر هذه الاستنتاجات في كيفية رؤية الناس للآخرين والتفاعل معهم. الزي الرسمي على سبيل المثال يمكن استخدامه لنقل كمية كبيرة من المعلومات حول الشخص. يرتدي رجل الشرطة زيا رسميا والطبيب معطفا أبيض، ومن خلال نظرة بسيطة يمكن أن توحي هذه الملابس إلى ما يفعله الشخص في حياته. تشير طريقة تزيين المساحات الخاصة إلى رسائل حول الأشخاص. على سبيل المثال، عادة ما يتم ترتيب مكتب الرئيس بأثاث جميل في غرفة خاصة على عكس حجرة العامل، وبالتالي يمكن للأشياء والزينة إبراز الثروة والمكانة، وهي تساهم أيضا في إعطاء معلومات حول اهتمامات الشخص وأنماط حياته. يلعب التواصل غير اللفظي دورا مهما في كيفية نقل المعنى والمعلومات للآخرين،
وكذلك في كيفية تفسير أفعال من حولنا. ما يقوله الشخص بالفعل بالإضافة إلى تعابيره ومظهره ونبرة صوته يمكن أن يخبرك كثيرا عما يحاول قوله حقا. ختاما، إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. أسعد أيضا بمشاركة آراءكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.